لاعب قدم الكثير لكرة السلة الأردنية وحقق معها أروع الإنجازات والبطولات. معنا كابتن المنتخب الوطني أيمن دعيس. صباح الخير. أهلا. صباح الخير. صباح الخير. كيف حالك؟ الحمد لله تمام. كل شيء تمام؟ أموري تمام. هلا عادة أول سؤال بسألك إياه عن الطول. بالضبط قد إيه طولك؟ شفت أنت قد إيه أنا قصيرة؟ بالصورة بينت صراحة. لازم يكون اللي بيلعب باسكت طويل؟ لا مش شرط. لا مو شرط. في كل واحد له مركزه، يعني الطويل بيكون تحت السلة والقصير بيكون بلاي ميكر، يعني بيكون القائد للباسكت، فبكون هو أحسن شيء يكون قصير. بحكوا نظرتك فوقية للناس عشان بالضبط. مش كثير ما شاء الله عليك، شخص عن جد رائع، روحك حلوة وفرندلي يعني هيك مع كل الأشخاص كأنك تعرفهم كلهم. بالضبط. أنا بصراحة أنا معجب كثير ببرنامجكم، أنا مبسوط كثير لأني معكم دانا بصراحة. بالعكس هذا بيشرفنا أكيد. وأنا كمان والله بكثير. وبيشرفنا كمان لفتتك الحلوة لأنك تخرج جيل من اللاعبين، ومن هون إجت فكرة أكاديمية أيمن دعيس. كان عندك هيك من زمان هالحلم بصراحة؟ بس ما عنديش وقت بصراحة، كنت مع المنتخب وكان عندنا تصفيات لكأس العالم وتأهلنا بالصين على كأس العالم، مباراتنا مع لبنان كانت ثالث على الثالث، واللي بتأهل من يطلع على كأس العالم، فقعدنا 4 سنين متحضر لكأس العالم. فكان حلمي من أول أن أعمل أكاديمية وأنه أعطي للطلاب اللي عندي بالأكاديمية اللي تعلمته أنا من المدربين. حلو. فالحمد لله زبطت هاي المرة، صار لي 4 أشهر فاتح الأكاديمية. كيف التفاعل؟ كثير بجنن. لازم تيجي تزوري دانا، لازم تزورونا. اتعلم بلكي طول تشي. عندي من 3 سنين ونص ل 12 13 سنة. في مجال هلا اتدرب ولا خلص؟ طبعا ايه، انت الكابتن حطك هلا. طيب ايمن، الشعار حلو ملفت انه كرة السلة للجميع، لانه شوي في ناس بتهم كرة السلة موجهة لفئة معينة او طبقة معينة، انت حبيت تكسر هذا الحاجة. بالعكس، انا يعني انا كان حلمي كمان بالاكاديميه اللي شعارها كره السله للجميع، انه بس مش بس بعمان، انه للطبقه اللي هذا لكل المحافظات، يعني ناوي انا كمان مع الستاف اللي معي كامل انه نعمل لفه حوالين المحافظات، انه نعلمهم شو يعني ندربهم على الباسكت، نقعد كل يوم بمحافظه نعلمهم انه هيك الباسكت هيك، نعلمهم ونعطيهم كلارات الاكاديميه، وضلنا طالعين على بلد ثانيه على محافظه ثانيه ان شاء الله. حلو. من عمر 4 سنين لعمر 12 سنه. 13 باخذ هلا سنه. 13. كيف بيتم التنسيق؟ انت اللي جبت الخبراء المدربين؟ عندي مدربين كويسين على سويه عاليه، عندي مدربين، عندي 4 مدربين كويسين، مع كل مدرب معه اسيستنت، يعني كل فريق 10 اولاد كوتش رئيسي ومعه اسيستنت كوتش. عندي مديرة أكاديمية بتنسق كمان مع الأهالي مع الطلاب، بتعطي مواعيد التمارين، بتعمل الإجراءات الأكاديمية. هلا بفكر اني اطلعهم معسكر برا الاردن. حلو. عندي اصحابي كمان بلدان ثانيه عندهم اكاديميات، يعني كان معي باسكت بس وين ببلدان ثانيه، فراح نطلعهم. عم نشوف هذا بالاكاديميه صحيح. هذا عندي، هذا اول يوم كان بالافتتاح. حلو حلو حلو. لما تشوف هالطلاب هيك هذا الجيل، بيلفت نظرك مواهب معينه، بتركز على اشخاص معين، بتحس ممكن هدول فعلا بيطلع منهم في منهم؟ يعني لو تشوفي عندي هلا طلاب يعني ثلاث سنين طابق اكبر منه، طابق اكبر منه، فبيطلع منهم. في عندي في كمان اشياء، في لاعبين كمان كويسين راح قدام شويه، راح اشوف لهم مستقبل كويس بالكرة السلة الأردنية إذا كملوا إن شاء الله. ممتاز. الأهالي كمان بتوقع بيكونوا مبسوطين إنه أولادهم بيكونوا بين أيادي أمينة. بالزبط. يعني لاعب محترف زيك. تسلمي الله يخليكي. لا هذا إلي شرف بصراحة، هذا أحمد عديلات طلع على العرب جت تالنت. هذا هو. هو طلع 5 سنين، عملنا شو أنا وياه قدام جلالة الملك والملكة فحبوه كثير. هذول لعيبة المنتخب كمان كانوا معي ساعدوني ووقفوا معي، فالحمد لله رب العالمين. ممتاز. مبسوط بالأكاديمية، حاسس إنه كويسة. صار لك يمكن بصمتك أكثر في المجتمع. كويسة، صارت أحلى، صار عندي مسؤولية كتير كبيرة إنه عندي جيل لازم أخرجه إنه يلعب باسكت، وأنا بدي يعني الحمد لله عم بعطي اللي عندي وكل خبرتي فيهم. وبتمنى انه يكملوا معي الاولاد كمان. وهو على فكره انت اول رياضي صاحب هيك فكره، يعني اول رياضي بلعب باسكت عنده لعب عمل اكاديميه. بحس هاي حركه فيها نوع من الايثار، يعني انه انت حابب اللي عندك اللي تعلمته اللي بالزبط. موجود اللي تعبت فيه تستثمره بجيل جديد. حلو حلو. انا بصراحه حلو الواحد هيك. انا بصراحه اول يوم لما عملتها كنت كثير خايف. اول يوم عملتها سجل ولد عندي شهرين، هو ولد عندي مسجل شهرين ولد واحد. قبل ما تبلش اليوم قلت اجوا الاولاد كثير، وصار عندي اول يوم بلشت فيه ما كنتش اتوقع انه يجيني بهالكميه 50 بس والله شهرين مده طويله انك تضلك على ولدك محبط. اسمع المصيبه مش بدي اساوي، قلت خلص شكلها مش ناجحه وراح افرطها. بعدين اخر قبل التسجيل بيوم الحمد لله رب العالمين الله وفقني فيها. بعدين صار
بلش الاسم ياخذ المدربين الكويسين اللي عندي، بلشوا يدربوا الاولاد فصار عندي اسم. صار عندك اسم اكثر. طيب ايمن، لو بدنا نحكي عن الاعتزال هلا، انت دوليا معتزل بعد دوليا 17 سنه، شو السبب ليه؟ بصراحه هلا بعد كاس العالم كنت ناوي اني اعتزل، خلاص قلت حلم الوحيد للاعب انه يوصل كاس العالم، وصلنا كاس العالم، قلت خلاص بكفي هلا يعطيني العافيه. حسيت حالك وصلت خلاص للمكان بدك؟ خلاص بكفي، لانه في جيل وراي صغير لازم يلعبوا. احنا نصيب جيلنا كثير صغار، يعني بلشنا صغار وضلينا صغار. انا عمري 32 سنه واعتزلت، لسه بحكوا لي لسه بتعطي كمان 4-5 سنين. في 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 ورانا لعيبه كثير كويسين وصغار، يعني 20 سنه وعندهم طول وعندهم خامات، اذا بتشوف فيهم بتقول حرام. فلازم ياخذوا فرصه، بتحس لازم يعني هيك تطلب المجال. خلص بكفي بكفي خلص، صار في مده معينه انه خلص لازم اترك. اخذت القرار بعد البطوله العربيه، كلفوني اللجنه الاولمبيه احمل العلم الاردني بالدوره العربيه. كان هذا شرف كثير كبير لي، كان احلى مناسبه بحياتي بعد كاس العالم ان احمل العلم الاردني. حملت العلم بثنا البطوله العربيه، طلعنا الثاني، بعدين قلت خلاص يعطيني العافيه هلا دور الشباب. عن جد ايمن الك بصمتك والك اسمك، بتحس بعد هذا التعب 17 سنه شو الحافز، شو اللي كان يخليك تستمر ببيها؟ حب اللعبه بصراحه، حب اللعبه حبيتها وانا عمري شو 12 سنه وضليتني مستمر فيها. تعلمت كثير منها. ما بتحس الشغف اللعبة أو الهواية لما تتحول لاحتراف بصير ممكن تاخذ موقف من ال بالضبط؟ بالضبط، عندنا صار في احتراف، يعني صار الواحد بيقدر يروح على أندية ثانية بعد 18 سنة. عمره بصير 18، طلعوا قرار الاتحاد. اجت الفرصة إني أروح على نادي زين. كان عاملين نادي زين، استفاد اللاعبين منها بصراحه، بس انضر الانديه الثانيه لانه صار في مصاري كويسه. بس بقول لك الانديه الثانيه احنا صرفنا على اللاعب وسويناه لاعب، بعدين يجي نادي على البلد المستريح ياخذه. بلشنا هلا من جديد من الاحتراف، بس مش الاحتراف الكثير فظيع ده، لانه ما في مصاري، ما في سبونسرز، ما في شركات تدعم المنتخب الاردني. مع انه منتخب الباسكت بيجيب نتائج كثير كويسه، وزي السنه هذيك كنا بكاس العالم زي ما حكيت لك، وكل بطوله بنشارك فيها مش اول او ثاني، دائما يا اول يا ثاني. بس ما في شركات بصراحه تدعم. يعني مثلا لو نحكي على الاحتراف لنادي الارثوذكسي كان هيك غايب، خلينا نحكي 10 سنين. لعبت مع الارثوذكسي انا 10 سنين، تركته بعدين 10 سنين ما اخذ دوري. بعدين السنه هاي عشان نصرفوا شويه جابوا لعيبه كويسين اخذوا البطوله بعد 10 سنين. فايش يعني بتحس ما وصلنا لسه لمرحله الاحتراف اللي بتعطي اللاعب حقه؟ بتيجي مرحله الاحتراف ده بس يصير في شركات تدعم المنتخب او الانديه، بصير سعيد انه في احتراف في باسكت. انا بشوف الدول العربيه اللي جمنا بصرفوا 2 مليون 3 مليون على الفريق. صح، بس انتم بحس اسستوا برضه هيك اسسنا قاعده وعرفنا احترام اللعبه اكثر. كان في جمهور بصراحه ده، انا ايام كان في نادي زين ونادي الارثوذكس ونادي الرياض ونادي الاهلي. هلا بس صارت محسومه، انه بس الفريق مثلا نادي التطبيقيه هو راح ياخذ البطوله، فالناس بطل يروحوا على الملعب بطل. بس السنه هاي كان في اختلاف، سووا الاتحاد قانون انه سووا 30 لاعب، هدول 30 لاعب لازم يتوزعوا على الانديه، كل نادي بيطلع له 5 لاعبين كويسين، فصار هيك اللاعب اللي ما بيلعب بنادي صار يلعب، صار يروح على نادي ثاني ويقدر يلعب. بس برضه بنرجع بحكي لك انه ما في مصاري، ما في ماده كويسه انه اللاعب يستفيد. لا ان شاء الله اكيد بنامل انه يستثمروا بهيك لاعب ان شاء الله. يا ريت، لانه زي ما حكيت لك حرام المنتخب السلب بيجيب نتائج كثير كويسه. صحيح 100%. صرت نجم ايمن، يعني بنلاقيك بالاعلانات بالشوارع وين ما كان، بالفيديوهات كمان، بالتمثيل شويه يعني شوف كمان شوي هيك مقطع شاركت فيه من بث بياخة. بس بدي اسالك عن حمله التوعيه، البرنامج الوطني للسرطان الثدي. وعدينا تفحصي. وعدينا تفحصي من احسن، يعني من احسن الشغلات اللي بعملها بحياتي. حلو، يعني عم يستثمروا كمان شغلتك. هذه توعيه للمراه انه تروح تفحص لسرطان الثدي. هي ناس بيخافوا، بس لا بالعكس، لا المفروض انه كل حدا انه يروح، يعني المراه انه تروح تفحص، يعني ما فيها شيء، ما في شيء غلط. فاختاروني انا كرياضي، معي رياضيين طبعا وممثلين ومغنيين وشيوخ وابونا كمان معنا كان. فحركه كانت كثير حلوه، انا حبيتها بصراحه، وراح تشوف اللي قدام شوي انتم كمان راح تقول في فيديو على قناه رؤيا هينعرض للبرنامج هذا. ان شاء الله يا رب ينجح ان شاء الله. بنشكرك انك شاركت بهيك حلقه. بالعكس هذا لي الشرف، بالعكس لي الشرف اني اكون بهيك برنامج بصراحه. طيب بدنا نشوفك بشكل جديد شاركت فيه ايمن، بنشوفك مقطع صغير من بث بياخه. راو ايمن دعيس مان.
حط له بيتزا. انبسطت؟ استمتعت؟ حلو حلو، بس ما كان وكان وقتي صغير فيها. بس طلبوا مني الشباب اني اجي، قلت لهم بالعكس انا باجي وما حلو. ايمن، هيك لو بدنا نستذكر معك، يمكن صار عندك ملل من الاسئله التقليديه. لا بالعكس، بس بنحب نعرف هيك اكثر لحظه انبسطت فيها، اكثر بطوله شاركت فيها اثرت فيك، اعطتك هيك حماس وكان في تحدي فيها. بصراحه كانت مباراه زي ما حكيت لك مع لبنان اللي بتاهلنا كاس العالم. انا يعني بالليل بحكي مع صاحبي، انا كنا بالصين، فبحكي معه بقول له اسمه معن، صاحبي بقول له معن انا حلمت حلم اني راح العب كويس بكره بالمباراه. بقول لي ان شاء الله يا رب. كانت مباراتنا مع لبنان مهمه كثير. خلص الكوارتر الاول ادانا 19-11 حافظها للبنان، فالمدرب نزلني في الجيم. فيش خمس هجمات ورا بعض، خمس ثريات كانت، يعني كانت فاتحه معي مش معقول. ففزنا فيها، فكانت من احسن الفرحات. بس بحس انا الاعصاب لما تكون مشدوده بالضبط كثير صعب. مدربنا كان كثير صعب، مدربنا كان برتغالي وكثير بصيح وكثير بيعصب وبتقدريش تاخذي راحتك معه. فنزلت على المباراه، ما بعرف، كان في توفيق من الله طبعا، لعبت كثير منيح فيها وتوهنا على كاس العالم. نشكر الله. طيب بعيدا عن كره السله، ايمن شو بتحب؟ شو عندك هوايات؟ مش كره قدم اكيد. مش كره قدم بصراحه. من جديد صرت اصحابي كمان، طلعت في كم من فيديو بخربيش برضه كمان كرتون ما كرتون. برضه طلعت ببرنامج طبخ زي ما بتحكوا لي انت، حطلع هلا ببرنامج طبخ كمان، بس بلشت الحلقه وخلصت الحلقه ولسه انا بلبس كلوب الكفوف سعودي. هويات السباحه، كنت اشارك بالرالي كمان بس ما رشيت كمان، اساعد اصحابي وبس، وباسكت. ولساتك بتحب تلعب، بتحب تقضي وقت مع الباسكت ولا؟ بصراحه من جديد كمان نسيت احكي لك، بحب الصيد. الصيد الصيد بنزل مع اصحابي، بنروح نصيد كل اسبوع، بمره حمام مره فر مره. هلا جديد بكره راح اصيد، مش عارف ايش راح اصيد. والله ممتاز، متعدد حلو حلو. سبع صنايع بس البخت مش ضايع، ممتاز. لا لا لا. طيب ايمن، هيك امنيه من خلال الاكاديميه او على صعيد شخصي بتحب تحققها؟ بصراحة الأمي أول إشي إنه تضل الأردن بلد آمن إن شاء الله، وتضل هيك يعني بسلام بقيادة جلالة الملك أبو حسين. وأمنيتي الثانية إنه أكاديمية تنجح وتضلها زي ما هي وصير أحسن وأحسن إن شاء الله يا رب. كيفك أنت والطبخ؟ قلت لك يعني كان معي برمضان حلقة خلصت وأنا لسه بلبس الكفوف. فإن شاء الله اليوم أبيض الوجه، إن شاء الله أبيض الوجه اليوم. بس قلت لها للشيف إنه إيش ما بتطبخوا إلي اليوم. كنت تحكي، سمعتك بتحكي لغادة. دائما أنا بتابعها بصراحة. دائما بتابعها، وكانت الحلقة كثير بتجنن، مع إنه كانت سريعة ب كنت مركز بحاول طبعا تحفظ. أنا بدي أحاول أحفظ، بس كانت سريعة بالمقادير. بدك تزين كيك مرة واحدة وأنت يا دوب قادر تلمسها. لا مش أنا، بخلي أختي تعملها. راح تنضم لهم بالمطبخ، بتحب تاكل أكلات زاكية؟ بحب أكل، أنا بحب المنسف المقلوبة، بس اليوم في يالنجي مش مشكلة، بنسلك يالنجي والكيك إلي طبعا. بس رندا عندها تخوف، بدهاش توقف جنبك. أنا حكيت لرندا أنت اقعدي على الشمال وخلي الباقي علي أنا والشيف. تحياتي ايمن، كيف صحتك؟ ان شاء الله تمام. الله يسلمك، شو اخبارك انت؟ الحمد لله. بس المقدمه الحلوه اللي قدمتيني اياها. تسلم تسلم يا ايمن. وان شاء الله اليوم من بيض الوجه كمان في الطبخ. انا من الناس اللي بالفعل يعني بيفتخروا بوجود شباب زيك، يعني ما شاء الله عنك. تسلم يا رندا. من متابعينك دائما ومشجعينك. تسلمي. هلا حكيت خلص لدانا لازم تزوروني بالاكاديميه، خلص على طول دائما ان شاء الله. لازم. بس دانا فضحتنا هلا. لابسك نحن لابسك تعب الحمد لله، ولا كان بيننا بالنسبه للطول واحد فاصله. اهم شيء اهم شيء ايمن، بدك تيجي هون انا اكون قاعدة. خلص انا حكيت اتفقنا، انت بتضلك قاعدة انا والشيف ان الدور. طبعا غادة بتصبح عليك. صباح الخير غادة. اهلا، صباح النور. هلا رح تنضم لهم وتنبسط هيك تجربة جديدة. يلا بنجرب هاي ثاني مرة.